الو حبيبتي، واش رايك؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا ربي. بنات، درت لكم واحد الفيديو المكرشات اللي يحبوا كرشهم كما هاكم في البالون دغوا، كما شفتوا في العنوان. بوريك عنابي 100%، مش هذاك البوريك اللي بلاوي يحطوا فيه الفلفل والطماطم ويقولوا لكم بوريك عنابي، راه ما كانش منه بورك العنابي تاع جداد وتاع جدات صح. ما يديروا فيه لا فلفل مقطع لا طماطم مقطعه. كملوا معايا الفيديو وتشوفوا الوصفه كيف. على كملوا الفيديو اروحي لهنا انت وياها. قبل ما نبداو الفيديو، ما درتيش لايك ديري لايك لايك، تشجعيني بيه. انا ما نشرح نخلص عليه لايك وبلاش. والاول مره تتابع قناتنا تاعنا احنا تاعنا كل القناه، نقول لكم مرحبا بك. انا فالو كيما نقول لكم دائما، ماهيش القناه تاعي وحدي، القناه تاعنا كلنا رانا فيها، كلنا رانا مشاركين باللايك بالتفراج بالتقرعيش فوالا. مرحبا بك، نقول لكم نتمنى انك ديري ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب باللغه الانجليزيه. والبنات خليو لي كومونتير تاعكم في تحت في التعليقات. انتي وياها قولوا لي وش حابين نطيب لكم. حوايج حابين شوربه عنبيه؟ وش حابين؟ انا شوربه فريك نحبها، ما هذيك الشوربه تاع لسان الطير ما نحبهاش. دونك فوالا، كتبوا لي البنات اي وصفه حابين نديرها لكم. فوالا نقول لكم فرجه ممتعه وان شاء الله يعجبكم. وجو سي يعجبكم انا البرك العنبي، باسكو انا جادور موت عليه. يلا خليكم على فيديو. راكم تشوفوا حبيباتي، ها هو الفيندا تاعنا. درك نحط عليها شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه بصل ونقطه تاع زيت، ونقليها مليح ونوريكم كيفاه. هانتوما يا حبيباتي، حطيت هنا البصل. انا حطيت بصله كامله، ولكن بصله صغيره، سا ديبون على حسب الذوق. تحبي تحطي نص، تحبي تحطي بصله كامله. انا صراحه نحب البصل، وبنتي تحب البصل، ودار الكل تحب البصل. نجيكم فوالا، ها هو مع لا فيوندا شي، وشويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه زيت، وتقليه على نار هاديه. عليه على نار هاديه باش هذاك البصل يدبل في راحته. وهنا هاني قصيت المعدن تاعي، بس تذكر راهي بان لكم ولا لا. كيما ها هو قصيت المعدنوس، شوفوا كيفاه كم قصيت المعدنوس. راح نحتاج غير ها هم زوج كعبات بطاطا، دوك نقشرهم ونحطهم يغليو في الماء. ونحتاج تاني الزيتون يكون هكا مقصوص كيما هكا. وتاني وسلوخ الفرماج والعظام. فوالا هادي هي، وهذا هو البنات، ما اسهل من البرك العنابي. نقصوا شويه ثاني بصل هنا، دوك نقص البصل نوريكم كيفاه. نقصوا هاك مكعبات صغار هنا، نحطوا قدام معدنوس، بس راح نزيدو نحطوا في البوراكة. مايفا شو في كوا هوني نطيب ونعس عس عادي. الطحان ولات الصابون تاع اللي نغسلو به اليدين، ولات تلعب بيه، ولات تلعب لي بيه، تهزهولي كل فوالا. وهكا نعملو بالمغرف البنات، باش ما يلصقش بعدها الفيون داشي، باش ما يجينيش يابس، ما يجيش مفتوح محدود. هاك في البصل، شوفوا البصل كيفاش بدا يدبل، يعطي في واحد الريحة ما عندي ما نقول لكم. فوالا هذا هو البوريك العنابي اللي على حقه وطريقه. فوالا انا اللي راح ندير لكم غير بوريكه واحده كبيره عنبيه باش نوريكم كيفاه. الباقي اني راح نديرو مثلثات البنات، باسكو الكبير هذاك يقهمنا يعني ثقيل. نجيكو راح ندير واحده برك مربعه نوريها لكم، الباقي نعملهم مثلثات صغار صامصات. فوالا صامصات يعديو يهبلوا. حتى البرك العنابي لا يعلى عليه صراحة، ولكن ثقيل. هانتو راني حطيت البطاطا تاعي تشرشم مع شوية ربح مع شوية ملح. فوالا حتى نطيب، من بعد نهرسوها هكا بالفرشيطة، اللي يحب يهرسها مع الفرماج، اللي يحب يهرسها هكاك وحدها.
هنا عندنا لا فيون داشي تاعنا راه وجد. شوفوا البصل كيفاش قبال صاي راه وجدت. درك نحيها نحطها في الصحن. معجون تاعنا مقصوص مازال غير نقص فيها البصل. والبنات اللي عندكم زيتون هاك تقدروا تشريوه مقصوص شريوه، سينو شريو زيتون نورمال وقصوه هاك دي روندال. وصاي هادو هما المكونات تاع البوريك والعظام طبعا والفرماج. فرماج لاغاش كيغي ولا كيغي، انا راح نستخدم كيغي. ولا هاي الورقه تاعنا، انا عندي هذه الورقه مو ثلاثه، مهم ورقه تاع بوريك. نجيو نحطوا شويه تاع بطاطا. البنات ما تكثروش بطاطا باش ما تجيكمش ثقيله وتجيكم تقهم. نصيحه قبل ما تبداو البوريك تاعكم، قبل ما تبداو تحضروه شعلوا النار على الزيت كيما هكا. راني يعني نحط الكوشتة ولا بطاطا. مهم قبل ما نبدا في هذا الشيء كامل زعما نعد البوريك تاعي نحضره، نحط الزيت يسخن باسكو الزيت لازم يكون سخون فريمون. فوالا دروك نجي نحط البطاطا هي الاولى، ما تحطوش كميه كبيره ياسر. نشوفهم يحطوا طماطم، يحطوا الفلفل ويكتبوا في العناوين بوريك عنابي. راكم في الزيت والبوريك العنابي، بوريك عنابي تاع ولاد البلاد هذا هو. لا طماطم لا عمر بزور لا فلفل، ما علينا. خليوني نحط البطاطا. اذا تحبوها حاره تقدروا تحطوا الهريسه، احنا نحطوا الهريسه، انا نحب نحط الهريسه. فنجيو نحطوا المكونات الاخرين وهاني معاكم دقه بدقه حتى نوريكم كيفاش. وبدا ما علينا بطاطا، حطيت شويه هريسه هكا بالفرشيطه، تقيتها معسي بيدك ولا بمغرف كيما حبيتي، انا درتها بالفرشيطه. نجي نحط هاك شويه الفيونداشي. البنات نصيحه مني ما تكتروش، والفيونداشي ديروا له هكا معسوه بيدكم باش ما يجيش يابس. ما تكتروش البنات باش ما تجيكمش ثقيله، وكي تجيكم ثقيله كما تنجموش تكملوها. فوالا زيت شويه باك فيونداشي هاك شوي. شوفوا انا قليته مع البصل، نحط المعدنوس، انا جادور المعدنوس، نكتر نموت على المعدنوس انا والبصل، نحب الخضروات كل. ما علينا نجيو نحطو شويه هكا تاع بصل. ها لا اله الا الله محمد رسول الله. نجيو شويه زيتون، فوالا شويه زيتون. تقدروا تعاودوا هاد الزيتون الاخضر بالزيتون الكحل مقصوص كيما هكا. فوالا ودائما نجيو نديرو حفره هنا، الحفره هذه تاعو اللي راح نحطو فيها العظمه. دوك راح نحط فرماج قدامكم. لو يقولك تخدمي بيدك يا خويتي، احنا نخدمو بيدنا ماشي كي عاد اليوتيوب نوريكم بالبليغا. لا خويتي نخدمو نخدمو بيدي انا بوريكي. فوالا فرماج انا البنات استخدمت هذا كيري، تقدروا تستخدموا لافاش كيري، تقدروا تخدموا اي فرماج عندكم. المهم ما يكونش فرماج كيما هكا، فرماج كيما هكا برك. الزيت ويطرطق. فوالا انا العظمه البنات شوفوا، تحطوا العظمه هنا في النص ودوك نوريكم كيف تلفوها. البنات انا العظمه ما نحطش لبيض باسكو ما نحنوش، انا تقتلوني ما ناكلش هذاك لبيض، طلع ناكل غير الاصفر. ديكو انا راح نحط غير الاصفر بس انتم حطوا عظمه كامله. فوالا فوالا حبيباتي شويه بطاطا تبقى هكا خفيفه، قلت بطاطا باش ما تجيش ثقيله البوريكه. شويه هريسه الى حابين الحار، شويه فيون داشي، شويه معدنوس، شويه بصل، شويه زيتون، هاك دوروا بها هاك فرمش خليو تقبى في. يا واش درتي واش درتي؟ قلبت الدنيا في بيتها. ما علينا تخلي تقبى من تحت تحطوا فيها العظمه، انا ما نحبش العظمه كامله نحط غير الاصفر. نجي دركا ها هكا، اني غير نصور بيد نوري لكم بيد حتى فوالا كيما هكا. وتجي تلفي هادي، تزيدي تلفي في خويتك الاخرى تجيبها لهنا وتحطي في المقله. دوك تكون في المقله باش نوريكم. بنات ما تحطوش في الزيت بارد، دا لازم الزيت يكون سخون خلاص. لازم الوات وقت كاني الوات، المهم نرجع نطبقها قد قد ونوريكم كي نحطها في المقله. فوالا كيما هاك تحطوا هادي هنا وهادي هنا وتهزوها في المقله وفيها بركه. دوك نوريها لكم البنات. فوالا البنات هاني كيفاش لفيت. ها درك نجي نحطها هك في المقله باش هذا لي فوالا ما تحلناش.
ضربت راسها في الحيطان وقتلها اليوم عيط لها الزومبي. هلا ضربتي راسك في الحيط على ولا بسم الله بسم هلا وتخبت عختارة. دوكم خليوها نمهل عليها نار خليها طيبة. انا نحب كل العظمة تكون طايبة. درت لكم غير هادي البنات باش نوريكم. يزي يزي ودوكا انا رايحة نجيب بوريك ندير بوريكي طويل مانيش راح ندير هكا. دي درت غير واحدة. يزي يا مايبا غير باش نوريكم وانا الباقي كله رايحة نكملو طويلة البنات تكو يجيني خفيف وبنتي تاكلو على الكيس. فوالا طيب نقلبها خليوها على نار هادية. اذا حابين العظمة طيب مليح اذا ما حابين هكا العظمة تقعد مرعوبة باسكو كاينين الناس يحبوا العظمة تكون هكا تقعد نية يزيدوا في النار خلاص وكلش طايب تاعها غير الورقة بركا ديك تحمر وصاي وقلبي وصاي. حبيباتي هاي بركتنا العنبية وجدت. درك واش نحطها؟ نحطو هاد البابي بلان تحتها السوبالا خليوها تشرب زيت هاك نقلبها من هنا تشرب زيت. ما عندكش لي مويا باش تحطي هاد هاد لي سويتو حطها غير في الكسكاس تسقطر ودوك تسقطر. ومن بعد دوك نوريكم كيفاش في التقديم. نقصها عزوز نوقفها هكا ونزيد معاها طرف تاع سيترون فيها بركة. هذا هو البوريك العنابي لا فلفل لا طماطم لا كروفيت لا والو. هذا هو بوريكنا العنابي. هاتي هاهو بوريكنا وجد فوالا فوالو. قصيتها على زوز طبعا نشفتها في السويتو كيما هادي قصيتها على زوز حطيت فوقها هاك طرف سيترون عصروه ونوكلو. ياكي نقولكم والله بنان 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 عسل. وفينالمون درت هادو طوال ما درتش في المثلثات جو سيبا علاش خفت على الطوال في اخر لحظة. فوالا نتمنى انكم تجربوها البنات وتكتبوا لي جربوا تكتب لي. هلا ها هو بوريكنا العنابي. هيا ماما روحي توكلي. هاي قولكم بنات نحبكم لوفيو نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيزو.